نيبيرو أو الكوكب إكس أو الكوكب العاشر كما يسمونها، كلها مسميات لشيء واحد، هو كوكب صقر. نعم، إنه كوكب جهنم، اللوحة للبشر، والتي تقترب من أرضنا أكثر وأكثر، وباتت وشيكة الظهور قادمة لتنفذ أمر ربها، غاضبة من غضبه. تعالوا نستمع إلى هذا الاقتباس من أحد بيانات الإمام التي كتبها بتاريخ 9 من ديسمبر لسنة 2016. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن كوكب النار صقر، اللوحة للبشر، سوف تنقص الأرض من البشر، فيهلك 50% من العالمين، ويعذب الباقين، إلا من رحم ربي. فاتقوا الله وأطيعوني وارجعوا إلى ربكم بسبب استمرار العذاب الأصغر في مختلف الأقطار قبل أن يقترب كوكب العذاب فيأخذكم من مكان قريب من سماء أرض البشر، فاعتبروا بعذاب من تحت أرجلكم بالزلازل برا وبحرا، فاحذروا البحر المسجور والسقف المرفوع لبيوتكم بوقوعه على رؤوسكم، وليس ذلك إلا من عذاب التناوش، ويزيدكم الله عذاباً.